انك تنزل الشارع تلقى مثلا حد خربش لك صاج العربية زي بعضه، حد فعص لك جنب في العربية، هنعمل ايه؟ المهم دلوقتي الفقرة دي بطلتها الأستاذة سحر أستاذ مصطفى. يا باشا انزل حضرتك، اتفضل اتفضل يا مدام، انا اللي هركنها لك واروقك يا باشا تحت امرك. شكرا، شرفت ونورت يا باشا، اهلا وسهلا. هركنها لك تمام وطوها لك. حاضر، انا الاثنين. روقوها وظبطوها تمام تبقى عروسه، هروح اغير واجب. بصي بس بصي بس بصي بس هنصور من غير ما تحس. ايوه ايه ده يا عم؟ ايه اللي فيه؟ ايه اللي انت مهدبه ده؟ انت يا عم انت مش بكلمك ولا ايه؟ مش بكلمك؟ بس يا وليه يا تستنى يا عم، انت مش مكلمك؟ ايه اللي انت مهدمه في العربيه دي؟ انت يا عم يا عم مش مكلمك؟ استنى فيه ايه؟ تقول انتوا مهببينه في العربيه دي؟ مش مهببين حاجه احنا. ايه في ايه حضرتك؟ عربيتنا دي. ايوه عربيتكم. ايش عربيتكم؟ ايش عرفني انا؟ يعني اللي راكبين فيه ده ايش عرفك؟ دي مروه حضرتك وابو سته. يعني ايه يعني اللي انت بتقوله ده؟ هرتله يعني؟ عروسه وعريس، عروسه وعريس حضرتك. احنا مالنا راكبين عربيتنا ليه؟ يوه فتحتها ازاي اصلا؟ انا مالي ابو مش الراجل السايس اللي هنا هو اللي فتحها؟ سايس مين؟ احنا هو فين؟ فين ده العربيه دي؟ السايس ده اسمه ايه؟ زينو. طب هو فين زينهم؟ الزفتي ده فين زينهم؟ جلدت للست الكبيره كام؟ 500 جنيه. الست ام شرب احمر خدت كام؟ 500 جنيه. يعني انت خدت 500 جنيه عشان احنا ناجر العربيه دي؟ ما ادكش فلوس يا عم؟ اديني فلوس ايه وناخد فلوس منك انت ولا من فايز؟ انت بتهرتل وانت بتتكلم معايا كده بالنضاره دي مضايقني. مالكش دعوه بام النضاره. لا 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 انا كلم الست. بعد اذنك يا بيه انا كلم الست. دي عربيتنا. معلش اتكلم الست بتاع ايه؟ معلش اكلم انا الست بعد اذنك. دي عربيتنا احنا. عربيتكم بعدين. ايه اللي راكب فيها دول؟ حضرتك دول فتح لهم زينهم الباب من هنا ومن هنا وخد مني 500 جنيه وقال لي هبقدي ال 500 جنيه للوليه مبشر بمدلدل احمر. ما تقولش وليه يا عم انت. دي حيوان انت. ايه وليه دي؟ قال لي هيدي ال 500 جنيه لمين؟ مبشر احمر. احمر منكم مالكش يا بس يا عم اللي معاها واد عامل شكله ايه؟ لابس نظاره اهو. انت الناس واقفين اهم. ناس واقفين ايه؟ دي عربيتنا. فين المفاتيح العربيه؟ مالناش دعوه. مفاتيح ايه؟ مفاتيح العربيه بتاعتك. انت ما بتعرفيش انه مبيت في بنها؟ بنها؟ بنهم مش بنهم. انا عايزه مفاتيح الزفت. مفاتيح العربيه حضرتك مش معايا، قلت لك سافر بنها. يا عم احنا مالنا بام بالها؟ انت تروح تجيب المفاتيح منه مش انت اللي تعرفه؟ بقول لك ايه، انا مش عارف ارد عليك وانت لابس النضاره دي. مالكش دعوه بالنضاره، احنا عايزين المفاتيح العربيه ودول ينزلوا من هنا. ينزلوا يروحوا فين؟ ما نعرفش في اي يعني دار. فرحه الناس دول يقعدوا متاكدين يعني. بس يا بنت انت اللي بتقوليه ده؟ بس يا بنت سكتوا يا عم انت مالكش يا عم. تخلص يا عم انت في الحوار ده يا عم. تسكت حريمك يا عم انت ولا في ايه؟ سكت حريمك. سكتوا انت. بس يا بنت انت بس. بس عايزين نفهم بقى ايه الحكايه؟ ما انا مش فاهم لغايه دلوقتي احنا غلطنا في ايه؟ راجل ادانا دلوك العربيه وخد 500 جنيه. 500 عفريت يركبوك؟ انا ماليش دعوه، انا عايزه مفاتيح العربيه. وقال انا هديها لهم ببلوزه حمراء واللي لابسه بتاع احمر في دماغه. والله احمر منك ما لقيت. انا ماليش دعوه، انا عايزه مفاتيح العربيه لحسن اصور لك اكيد النهارده. ليه انا عملت ايه؟ ماليش دعوه. حضرتك دي بنت غلبانه يتيمه. ماليش دعوه، وديها الملجا. والناس دول يعني يفضلوا كده متنكدين؟ بس يا بنت انت. بس يا بنت. بس انت عارف اصلا تمنها دي كام؟ هم معرفش تمنها. ماليش دعوه، انزلوا عايزه مفاتيح يا ست. طلع المفاتيح، طلع المفاتيح من الاخر. انا عايزه مفاتيح العربيه دلوقتي. هم بيقولوا يا حلاوه الفار طلع النخل. فكك من الفار ده. ولا فار ولا زفت ولا ايه؟
قرد. تفكك من الحوار ده ويطلع المفاتيح. افكني من ايه؟ انا مش انا كل ما اجي اكلمك ابص للنضاره ما بعرفش اكلمك يا ابني. يا عم ما تفكك من الهرتله اللي انت بتهرتلها دي وتطلع المفاتيح بالذوق احسن. ماليش دعوه. يعني ايه هرتله؟ حضرتك بتكلميني بطريقه مش كويسه. تكلمك بالطريقه اللي هي تعجبها. مش عارف اكلم الواد ده بالنضاره. ماليش دعوه بالواد. انت سلم محمود. تحبس مين؟ انت وهم. هو كل واحد عمل له فورمه في دماغه. ماليش دعوه ولا فورمه ولا دعوه. اخي البس لي نظاره يبقى مهم. احنا غلابه. لو تسمعني لو تفهمني البت مروه دي يتيمه. اتصل بالبوليس اقول لهم ان انت سرقت العربيه. ملجا ومش فاتحه شؤون اجتماعيه. ماليش طب دعوه. ابو سته ابو سته ولا ابو سته ولا ابو تسعه ولا ابو زف. والناس دي كده متفكره. يا حرامي يا حرامي يا عم تسكت. يا عم يا حلاوه الفرد. يا حلاوه الفرد. ما تسكت يا بس يا بنت. بس يا بنت. بس بس يا بنت. حلاوه الفرد. اما عصام شحاته ده حكايه لوحده. تعالوا برضو نبص نبص بس. مبروك يا ابو سته. مبروك يا مار. واركبوا يا حلاوه الفرد. يا حلاوه الفرد العنخله. يا حلاوه الفرد العنخله. يا حلاوه الفرد العنخله. يا حلاوه الفرد. اعمل حاجه ده. ايه اللي انت عامله ده؟ مين اللي عامل الحاجات دي في العربيه كده؟ مين اللي عامل حاجات في سكت الناس تحت العربيه؟ انا عايز احكي معاك. انا سكت الناس دي من على سكت العربيه. العربيه دي مين اللي عملت ده فيها؟ ده فرح يا بيه. يا عم فرح يا سكت. مخليني اربعه معاك. استنى مين اللي عمل كده في العربيه بتاعتي يا عم الحاج؟ احنا زوجناها. دي عربيتك؟ ايوه عربيتي. امال العربيه فين؟ امال زينهم قال لي ليه انها بتاعت واحد اسمه محمد. اسمك ايه انت؟ محمد مين يا عم الحاج؟ ده ليه اسمه عصام؟ محمد مين؟ انت اسمك ايه؟ محمد مين؟ اسمع عصام يا عم. قال لي محمد طويل. لا ما فيش طويل. انا اسمع عصام. وزي ما انت شايف خالد تكتك ده. طب يبقى ادالك ال 500 جنيه. 500 جنيه هو حد قال لك ان انا بعت العربيه بتاعتي؟ مش بيع يا عم. ده ايه يا عم الحاج؟ ما عجرتش عربيتي. مش عارف اتكلم معاك. والناس الغلابه دول ذنبهم ايه؟ لا حول الله يا رب. يا رب الحاج ما يسالش. قال ورايا مصالح وعايز اجيب عمال. وعايز اجيب عمال. استنى بس يا عم الحاج. استنى 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 استنى. انت بتقول وراك ايه؟ العربيه دي ايوه بتاعتي انا. أيوة. انا راجل مجاول وعاجبها فار عشان تخلص الشغل اللي فوق. انا هم مستعجل عايز اروح اجيبهم. ايه حكايتك بالظبط انت؟ يعني انت رايح ايه اللي هيخليك تعمل انت في عربيتي؟ رايح تجيب انفار. ايوه رايح اجيب انفار دلوقتي. وكبت عليهم. الغي حكايه الانفار دي وخالص. وهنطلع من هنا على اسيوط. يا حلاوه المولد. يعني من هنا على اسيوط؟ ايوه فيها. يا عم انت هتكلم الجاي. انت مجنون ولا ايه؟ يا عم فرح مروه وابو سته. يا عم سجاد هتقطع مروه على ابو سته. الناس دول مالهم بس يا حلاوه المولد. لا حول الله يا رب العالمين. ايش هتقطعهم يا عم الحاج؟ يا عم الحاج يا عم الحاج سكت الناس. يا سكت النبي سكت النبي سكت. يا عم الناس يا عم الحاج. يا ابوي يا ابوي يا سكت عليك النبي العظيم. اسكت. هو زعلان. زعلان ان انتوا بتقولوا الفار طلع النخل. يا عم انا ماله. مال الفار اللي طلع ومال الفار اللي نزل؟ ولا كان الجريد بتاع النخل ولا كان النخله كلها حتى؟ انت هتجنن معاك وانت ملكلك على بعضك انت؟ انا ملكلك؟ ايوه ملكلك. عامل زي تلس هرند. زي تلس ايه؟ ايوه تلس هرند. لعل نقول بقى ايه معنى؟ ده هرند يعني ايه؟ ما عرفش ده هرند يعني ايه؟ ما انا صعيدي بس عمري ما سمعت. لا ما ولا عمرك هتسمع عنه. ايه تلس ده هرند ده؟ لا اله الا الله. على الرمول الباقي انت تاكله. يعني انا ترمي للبهايم؟ ايوه تترمي للبهايم انت و100 واحد زيك كده. اوعى تستدخل نفسك عليا يا عم. يعني انت بتغلط فيا ليه؟ انا جربت لك من بعيد. اغلط فيك وفي 20 واحد زيك من ساعه ما شفتك وانا مش مستريح لك. وهي ليله سودا باين عليها من اول. انا هقول لك على كلمه عشان افهمك. أيوة انا حاسك ازاي. قول عليها الكلمه دي عايز اعرفها انا. منين يا بصله عضك وانت كلك دموع؟ يا مثبت العقل والدين يا رب. اظن فهمت يا عم. انت عمال تقول لي باصله وعض. هو انت كلب عشان تعض؟ مش عيب. عيب ولا مش عيب؟ ما عشان انت راجل كبير وتخين ومفشلك ومهزق. انا مفشلك؟ ايوه مفشلك ومهزق. عشان لو مش مهزق ما تعملش كده في عربيات الناس اللي هتاكل فيها عيش. ما تقول لي زينهم الكلام ده. لا يحرق زينهم. واليوم الناس ما شفت زينهم. قولوها مره واحده وخلاص. يا حلاوه الفرد. يا عم قولوا مره ايه؟ اقول لك سكتهم علشان اسمع مال وقت. بس انت بتتهيا. اتفضلي يا ماما. ايه ده؟ انزلي يا ماما اتفضلي. عيب. اتفضلي يا امي. يلا يا اختي بلا مروه بلا بتاع. اوعى يا عم الحاج. انزل يا ابو سته. اسمع يا ابو سامع. انزل يا عم. انزل يا ابويا. تعبت اللي معاك. يخرب بيت نفسك الصور ده. يا عم الحاج سكت الناس يا ابويا. يا عم الحاج الله يهديك ما تخليش اعملها معاك.
عم ما تقدرش اعملها معاك يا بوي. استنى استنى، فيه ايه دلوقتي؟ انت عايز ايه؟ عايز المفتاح بتاع العربيه دي عشان اروح اجيب الناس تشتغل. مفتاح العربيه دي؟ ايوه مفتاح العربيه دي. مع ابو سته. مين ابو سته ده؟ العريس الصغير. العريس اللي قاعد جوه ده دلالته طويل، مش هخليه يبقى عريس واصل. انزل يا عم الحاج، انزل يا بوي. الواد ما بيسمع. ده واد اخرس. ده اخرس ده، هو ده عايز الطلب يا عم الحاج. تعال يا بوي تعال. من ايه؟ هعلقه فوق، هعلقه فوق في السجاله، هعلقه فوق السجاله او علي الطلاق. اللي يجي ويفكر لك ضربه بالنار. مفاتيح العربيه فيها اللي موت. هيا دي المفاتيح. طب ما قلتش ليه الدم من الاول؟ يلا يا بوي يلا. تعال الله. اهي مفاتيحك اهي يا بوي. مفاتيحك اهي. وريني يا بوي ايه ده اللي انت هتعمله ده؟ يخرب بيت يومك من اول. اهو اهو. بستأذنكم تتفرجوا معايا وتشوفوا الأستاذ حمدي حمزة. أستأذن حضراتكم في حاجة بعد إذنكم، يعني تعالوا معايا لحظة واحدة نبص بس، نبص بس. انزل يا انت ورا ابو عربيه. يلا يا عم الحاج الله يهديك. كلمنا انا هنا، كلمنا انا البعيد ده. هتنزل مع مين ورا مشاوير؟ خلاص انا ورانا مشاوير ومش فاضيك. هسجنك. تسجن مين؟ هسجنك انت وشد الامامه بتوعك دول. الامامه؟ ايوه. انت تعرفش مين ابو ودود؟ ماليش دعوه ابو ودود وبزفت. بقول لك انا ليه اخد عربيتي عشان ورايا مواعيد؟ امال مين اللي هيسوقها لاسيوط؟ انت انا ماله من اسيوط؟ ايه شغلتك ده؟ وما تطلعنيش من اعصاب الله يهديك. طب لقيت لك حل، تطلع مين لغايه بني سويف؟ بني سويف هو اللي مشغلها اجره بني ادم. امال الراجل ادى 500 جنيه ليه؟ يا بني ادم يبقى انت احمر وهو احمر زيك. شكر يا بيه. شكر يا بيه. انا مش بيه. كلمني وما تعرفنيش تقصني هناك. انا بكلمك اهو. العمالة خلاص الدم غلف نفوخ. بتقول ايه؟ مش هرحمك. انا مش هرحمك يا بيه. انا ما اقدرش انزل البيت دي. ليه لازم تنزل؟ نزل انا اموتك في العربية. تموت مين؟ اموتك بره بتاعتك دي. هي فرخة. مالك يا عم؟ انا اللي مالي؟ فيه انا اللي مالي برضه؟ ايه؟ يا راجل يا منافي يا عديم الدين، تصف عيالك في عربية راجل ما تعرفوش. يا عم خلصني وخلص. سكتني دول يا عم، سكتني دول في عبد الملك. يا عم سكتني دول. بصي 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 بس هنصور قدام الناس. بصي 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 بس هنصور من غير ما تحس. وبكده النهارده نقول لبعض باي باي، وبإذن الله نتقابل بكره.